ماذا سأكتب والحروف يتامى والقلب ينحت صخرة ورخاما مأساة شاعرة الرثاء تهيم بي عشقا لتسكيني الهموم غرام. أنا طاهر مختار حسن من برنامج اللسانيات والمعجمية العربية معهد الدوحة للدراسات العليا والفائز بالمركز الأول في مسابقة شاعر الجامعات النسخة الثالثة 2022. عندما تلقيت نبأ الفوز بالمسابقة غمرتني السعادة وشعرت بأني حققت حلما طال انتظاره. قد تخذلني الكلمات والعبارات ولكني أقول إنها لحظة مهمة واستثنائية ولها ما بعدها. تعلمت اللغة العربية منذ صغري ووجدت نفسي شغوفا بالشعر والإبحار فيه، لذلك جاءت فكرة مشاركتي في هذه المسابقة. كانت مشاركتي في مسابقة شاعر الجامعات تجربة ممتازة وجميلة، وقد ساهمت كثيرا في صقل موهبتي الشعرية. بيئة المعهد غنية بالأساتذة والطلبة الذين ينحدرون من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة، وهي بيئة تساعد الطالب على الإبداع والتميز. أود أن أنتهز هذه السانحة لأهدي هذا الفوز لمعهدي معهد الدوحة للدراسات العليا وأساتذتي وزملائي.